عيان سفير لروتس فور لايف، كنت بفكر اني امثل الجمعيه وبس. لما عرفت الواقع التعيس على الارض وين ما كان اصلا بلبنان، اكتشفت اني مش بس سفير لروتس فور لايف ولكن سفير لاكثر من 1000 ضحيه عم يوقعوا كل سنه بين قتيل وجريح من بلدنا. هيدي مسؤولية كتير كبيرة. من هيك أنا ما بترك ولا مناسبة إن كانت على المسرح أو على التلفزيون إلا ما بحكي خلف الضحكة عن كتير من العينين يلي بكيوا. في عينين بعدهم عم يبكوا. طبعا عم يبكوا على أحبائهم يلي راحوا الخاص قبل الوقت. بدي اقول لروتس فور لايف الليله انه جمعيتكم عم تقوم بواجبات الدوله، والرساله اللي حملتها لازم تلاقي كثار من الناس والمؤسسات يدعموها لانه قضيه بتهمنا كلنا. اسمحوا لي الليله حيي ست عظيمه، زينه قاسم. زينة قاسم هي مش بس ست عظيمة، هي مرة شجاعة قدرت تحول الموت لحياة. وبتستحق زينة وكل فريق روتس فور لايف تحية واحترام، إذا مش من المسؤولين ببلدنا منكم أنتم الموجودين يلي دعمتوا قضيتها وكان دعمكم فعلا بمحل. الليلة مناسبة ارجع اعكس انه الفن وخصوصا الكوميديا اذا كانت هادفة، اذا ما كانت هادفة بتصير شكل بلا مضمون. انا بعتبر انه مضمون رسالة روتس فور لايف هو رسالة، وما راح اوفي المناسبة الا ما اذكر اللبنانيين انه في ناس عم تشتغل كرمال لبنان وكرمال الحياة بلبنان. وبطبيعة الحال هيك بيصير للكوميديا رسالة ومضمون. زين أنا بشكرك على السفارة وأنا متعلق فيها قد ما متعلق برسالتي الفنية. شكراً.